متابعين معكم مشاهدينا، وهلا حان الوقت نكون مع فقرة الصحة ومع جيزيل كوسا. اهلا وسهلا فيك جيزيل. هاي. كيفك؟ هاي جيزيل، يا هلا. جيزيل، اليوم رح نحكي معك عن الحرق. خبرينا بداية شو هن درجات الحروق اللي بتصير وكيف نحن بنقدر نميز بيناتهم. اوكي، عادة السكن او الجلد مؤلف من ثلاث طبقات. أول طبقة هي الإبيدرم، طبقة تانية هي الدرم، والثالثة هي الإيبودرم. سو الحرق حسب وين بيوصل منحدد نحن درجة الحرق. الحرق درجة أولى هو الحرق اللي بس بيجي على أول طبقة اللي هي الإبيدرم. بهذه الحالة بس منشوف نحن أحمرار للسكن تبعنا، للبشرة تبعنا، مع بيكون في ديزيدراتاسيون، يعني بتنشف شوي السكن تبعنا. هي اكثر شيء الاشخاص بيروحوا على البحر اول مره، اول ما يتعرضوا للشمس بتحمر البشره. حتى ابريس ولي بيقطع، بيمشي الحال يعني. مزبوط، بتخف درجه الحرق ومنرطبها. الحرق درجه ثانيه هو وقتها بنفوت شوي اكثر بالطبقات، يعني بنروح على الطبقه الثانيه اللي هي الدرم. عادة هي أكثر شيء إذا شخص بحط إيده تحت مي كتير سخنة أو بالمكواية بيروحوا حالهم، هو الأكثر شيء بالبيت بنشوفهم. بصير في عندهم أو بالغاز، مزبوط، أو حتى بالأسيد، شيء إذا حدا بيستعمل أسيد قوي بالإندستري أو شيء كمان بيحرق حاله. هون بنشوف بيول، يعني مثل أمبول معباية مي. هون بليز العالم ما حدا يفتح الأمبول، ما حدا يطلع المي. هلا حنحكي اكيد عن تريتمنت تبعها، لانه اذا فتحناها بصير في عنا انفكشن، يعني بصير بدنا نروح على انتيبيوتيك. والحرق درجه ثالثه اللي هو بيقدر يفوت كثير ديب بقلب السكن، بيقطع الطبقه الاولى والثانيه، بيوصل لثالث طبقه وبيوصل للعظم او أوكي. بيوصل للماسكري سايز اللي عنا اياها، وهون بنصير عم نحكي عن ضروره انه نروح فيها على المستشفى عند الطبيب. يعني الحرق درجه ثانيه ما في داعي نتوجه صوب الحكيم، عند الحكيم. هلا في اوقات عندنا حالة استثنائية، إن كان عندنا حرق درجة أولى أو ثانية بنضطر إنه نروح عند الحكيم، إذا كان ولد صغير بس لنطمن إنه، لأنه بيكون عنده هو سكن كثير رقيقة سو ما يكون انأذى، أو إذا بمحل حساس بالجسم، يعني مثل العين، تم الارتكولاسيون، يعني عند الكوع أو عند الرك، بكل المفاصل بالجسم، هون بنضطر نروح لعند الحكيم. إذا كان درجة ثالثة للأشخاص اللي بيشوفوا شخص عم بيحترق وعنده انتبهوا انه الحريق هو كتير ديب، اول شيء بشوفوا لون اسود على السكن تبعه، بالوقت اللي نحن ناطرين انه حدا ياخذه على المستشفى او انه يجي الحكيم، بدنا ننتبه انه بدنا نغطيه بحرام او بجاكيت معينه، لانه بتكون عم توطى حراره جسمه. واذا نايم هو على المطرح اللي محروق فيه، نقلبه على المطرح، يعني يكون جسمه البريشر تبع جسمه بمطرح مش محروق. واذا لابس ثياب نشلحه ياهن. بس اهم شيء اذا الثياب ملزقين على الحرق نترك له الثياب مثل ما هن، ما نعمل شيء، ننطر بس للاسعاف يوصل او لنقدر ناخذه على المستشفى. طيب نحن شو لازم نعمل بس نحترق؟ وخصوصا كمان قلتي انه ما لازم اذا طلعنا بول المي ما لازم نشيل المي، شو لازم نعمل؟ اول شغله العالم ما تستعمل ثلج، لانه اذا علينا كثير حراره الجسم من كثير سخن لا مسقع بنحرق السكن زياده. سو في اشخاص بيفكروا انه الثلج هو منيح، ما لازم يستعملوا ثلج. الحل الانسب هو انه نحط المطرح المحروق تحت الماء لمده 15 ل 20 دقيقه. هي احسن فترة. حل مزبوط، تكون فاتها تقريبا 15 ل 18 دغري تكون، يعني ميه الحنفيه العاديه بالبيت. هذه الحراره احسن شيء للحرق، وبالوقت اللي قلناه تقريبا 15 ل 20 دقيقه. بكل الحالات درجه اولى او درجه ثانيه، هذا اول شغله نحن بنعملها. الشغله اللي بنكفي فيها اكيد اذا شخص بده يحط كريم ليرطب، بصير يرطب البشره تبعه اذا كان حرق درجه اولى الصبح وعشيه. وقتا بيكون في عنا الامبول او البيول اللي فيها مي، فينا نسكرها ببلاستر، بس ممنوع البلاستر تلزق على الامبول، لازم تكون حوالي الامبول، ومن جوا بس بنحط لها كريم ضد الحريق. يعني في عنا كذا كريم، ان كان الحكيم بيقولها او الصيدلي، بتساعد لحتى تخفف شوي من حده الحريق اللي عم بيحسوا فيه. بس بهي المرحله لما تعبي مي، لانه اجمالا بيقولوا الحرق ما لازم يتغطى. مزبوط، بمرحله تعبئه المي، بس في اوقات بنضطر نغطي الحرق اذا بمحل عم نلبس مثلا عم نلبس شيء فوق وعم بيضايقنا، او معقول شيء يلزق،
أو بمطرح حساس بنضطر إنه نغطيه مع إنه مش على طول مفضل إنه نحن نغطيه. بس إذا غطيناه بيكون في شيء خصوصي لحتى نغطيه فيه، يعني مش أي شيء، لازم يكون في شاشة من ال مزبوط، بيكون شاشة مطهر من الصيدلية، مفروض يتغير كل 48 ساعة، مش على طول يتغير، لما كل مرة نرجع نفوت الهواء ونسكر، سو بيتغير كل 48 ساعة، وأكيد بكل مرة منشيله مفروض نرجع نحط الكريم الخاص هو للحرق، نحطه مع إدراتاسيون مع كريم بيساعد إنه الحرق يصح بطريقة أسرع. عادة البانسما بيغيره الطبيب ولا نحن بالبيت بنقدر نحن نغيره؟ أكيد فينا نغيره نحن بالبيت، لأنه هو ما فيه جرح عميق، ما فيه تطهير، أو ما فيه لزوم إنه يكون في عنا العد إذا بدك نقول لنغير البانسما، هو جست منشيل بانسما ومنحط كريم ونرجع منحط بانسما. بتحبي تقدمي أي إرشادات لكل يلي ممكن ينصابوا أو يلي مصابين هلا بأي حرق؟ أكيد بحب ذكرهم على قصة الماء اللي حكينا عنها، وبقول لهم إنه في كتير أشياء بالبيت فيهم يستعملوها اللي هي أشياء شوي ناتورال، يعني فيهم يحطوا مع الماء حامض ويحطوه على الحرق، أو حتى فيهم يستعملوا بطاطا مشوية يعني قصوها ويحطوها على الحرق بتسحب لهم الحرارة. على أمل أنه ما حدا يحترق بحياته، بنشكر حضورك معنا، أهلا وسهلا فيك جيزيل كوسا، وشكرا لكل النصائح والإرشادات المهمة يلي قدمتي لنا إياها لليوم.